اكسبسيونيل ونجاوبك على دائما اكسبسيونيل ماشي اكسبسيونيل كاين بزاف الفنانين اليوم نجوم ومعروفين بزاف وكيخدموا دائما يعني انصامبل كيكون في المغرب ما كنبوش باش ما نقولش في المغرب ما عرفاش باش ما نقولش شي حاجه اللي نتحمل المسؤوليه ديالها برا المغرب راه معروفه كاينه من زمان دائما كيكون مع كليبات لا ماشي دائما هذيك الساعه يكونوا غير جوج كليبات عند راجل اللي عنده كثر من 10 كليبات دونك اصلا من بعد بلقانا جا كليب ديال برده مع موديل اميمه كنوجه لها تحيه هذا الكليب هذا يعني كامباك ديالو بزاف ديال المتتبعين والجمهور ديالو كيطلبوا منه اننا زعما نكونوا انصامبل وهادشي كيشرفنا بجوج بينا فخدمنا انصامبل المره الثانيه صراحه زعما اجواء كانت مزيونه بزاف كنشكر الرياليزاتور ديالنا رضوان اقلعي كنشكر الدكتور ميرنيسي صورنا عنده في ميديكال ويلنس اللي ما خلاناش نحسوا بديك ستريس ولا بشي صعوبات فريمون هيئوا لنا ظروف مزيونه ايكيب كانت يعني مفعمه بالطاقه الايجابيه وديك الشيء كان كيوصلنا وكيسهل علينا وكيحيد ستريس لان الصعوبات اللي تقدر تكون هي ستريس اما حنايا بويسك اوني بيرفيكسيونيست لا انا لا فريد كننظموا زعما قبل الوقت ديك الشيء غير هو ستريس ضروري ما يكون فملي كيكون الاجواء مزيونه ستريس كينقص تفاهم الحمد لله كاين ولكن ضروري ما كيكونوا دي او دي باش شحال هادي كنا كنخلطوا بيرسونيل مع بروفيسيونيل دابا تعلمنا اننا ما نكونوش شي خدمه يعني نساو اننا مزوجين هذا واقيلا السر ايوا اش نقول لك كتكون علاقه مبنيه على الثقه مبنيه على الحب مبنيه على التفاهم الصبر كي كل واحد عارف هذا المجال وحافظه فاهم لان كاين شياطين كيبغيو يدخلوا يفرقوا بيناتكم فكنبداو نعملوا عين ميكا كما كنقولوا كنشدوا عيننا كنشدوا ودنا كنركزوا على الهدف كنركزوا على الهدف فما كنتاثروش ملي كيكون الهدف مهم ما كنتاثروش بالقيل والقال ربي يحفظك شكرا عينك اللي مزيونين اللي قلبو مزيان كيتبغي المزيان اش نقول لك ملي كيكون واحد مرتاح في دارو قناع عنده انرجي بوزيتيف كيبان على وجهه داكشي واش فيها المكياج ما نقول لك ضروري شويه ديال المكياج كيزين اي واحد المكياج كنشكر حليمه الموفق صديقه ديالي ميكاب ارتست الغزاله ديالنا الزواج ديال الانترنت ودابا ما نعرفش ما عرفتش واش نقولوا على الزواج ديال الانترنت حتى انا كنت فان ديالو كنت متبعاه في ذا فويس يعني كنت كنبقى نسور فيه حتى الصباح كنفتش على الضواصه ديالو كما كنقولوا كان ارتباط من جهتي انا فاش تلاقينا يعني تلاقينا مباشره عرفني هو مباشره ما عرفنيش في الانترنت يعني فاش تقربنا لبعضنا ماشي في الانترنت ما عرفتش واش نقدروا نقولوا على الزواج فيسبوك فيسبوك هما اللي كيبقاو يهضروا شهور ولا سنين وما فيرتوال لا لا هو فاش شافني اول مره يعني فاس علاش الزواج ديال لي ريزو سوسيو كيقدر ينجح حتى اي حاجه ما بقاتش في الزواج فيسبوك لا ماشي فيسبوك بقات الواحد ملي كيدخل لدار وحده واش قوه العلاقه كتغلب على ديك الصعوبات اللي كتجي وعلى الاطراف اخرى اللي كتدخل اولا العلاقه اللي كتكون مبنيه على الخوه وعلى شي حاجه تافهه فدغيا كتهرس قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي